ايه يا مجدي، مالك قاعد متوتر كده ليه؟ لا ابدا مفيش حاجه. انت جاهزه نتكلم في الشغل؟ امال انا جايه ليه يا مجدي؟ طيب انت عارفه طبعا انه بعد الفيديو اياه وبعد ما اتنشر خبر ضربه لزاكي في الجرايد، يعني بقى في حواليكي مشاكل كتير، وانت عارفه الوسط بيفكر ازاي. مش فاهمه يعني انت عايز ايه؟ انا بفكر نعمل حاجه جديده، حاجه مش متوقعه ترجعك اقوى مما كنتي وتغطي على كل اللي فات. يعني نعمل ايه؟ انا عندي فكره فيلم لو اتنفذت زي ما انا عايز هتكسر الدنيا. الفيلم اسمه امرأة وست رجال. الفيلم عن قصة حياتك بكل تفاصيلها، كأنك بتقولي للدنيا كلها هو ده أنا، واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط. إيه؟ ساكتة ليه؟ بسمعك. أنتِ في حياتك لغاية دلوقتي ست رجالة، رقم ستة فيهم هو بطل الفيديو إياه. الفيلم بقى هيبقى عن ست رجالة دول لحد ما نوصل للفيديو الجنسي. هيبقى فيلم صادم وجريء وهيخلي. انت بتتاجر بيا انا يا مجدي؟ اتاجر بيكي ايه بس يا صافي؟ بتتاجر بيا انا يا واطي يا زباله. لا اثبتي نفسك في الكلام معايا يا صافي. انت اوسخ انسان شفته في حياتي. خليني بقى اقول لك انا ليه لما كنت بتبوس رجلي عشان تتجوزني كنت برفضك. عارف ليه؟ عشان واحده زي انا وافكرك مين انا؟ صافي شاكر. وهفكرها لك تاني. صافي شاكر لا يمكن تقبل بواحد زيك واطي وحقير. انت بتقولي لي انا الكلام ده؟ نسيت شكلك كان عامل ازاي اول مره جيتي لي هنا؟ بقول لك انت الكلام ده عشان انت ذكيبه فلوس بس، وانت كمان عارف مصدرها منين ومنبعها منين. ها بس يا اخويا بقى لما الفلوس دي تخلص هترجع لاصلك الواطي والحقير تاني. انا ذكيبه فلوس يا واطيه؟ يلي الفيديو بتاعك عامل ترند على مواقع البورنو تشتميني انا؟ اشتمك واديلك باللي في رجلي كمان. لا بقى كان عنده حق في اللي قاله، كان عنده حق لما قال ان الراجل لما ما يقدرش يوصل للست اللي بيعبدها يبقى في قمه السعاده لما يشوفها رخيصه قدام عينيه. عشان بحبك هقتلك يا صافي، عشان بحبك هقتلك عشان اخلص منك. حبيتك وانت ما تستاهليش، ما تستاهليش يا صافي علشان كده. Come on.